السلام عليكم ومرحبا بكم، وياكم الدكتور عمر القيسي. واليوم راح أشرح لكم مراجعة شاملة وسريعة لأهم النقاط في المضادات الحيوية. طبعا المضادات الحيوية أو الأنتيبايوتيك للمبتدأ بهذا الموضوع أقصد بها الأنتيبكتيريال ثيرابي أو مضادات البكتيرية القادرة على قتل الأدوية القادرة على قتل البكتيريا. عندنا أدوية ثانية مسؤولة عن الفيروسات، قتل الفيروسات، أنتي فيرال وغيرها، أنتي بروتوزول مسؤولة عن أحاديات الخلايا وغيرها من الطفيليات. كل واحدة تختلف عن الثانية. أما أنا اليوم دا أتكلم عن الأدوية اللي تقتل البكتيريا، فحتى تكون موضوع واضح للجميع. وطبعا هذه المراجعة تفيد لي اللي دي يخوضون بعدهم الموضوع بشكل أساسي. هذه ما راح أشرح بها شرح عميق ولا شرح تفصيلي، هذه عبارة عن مراجعة سريعة أساسية تلم لك الموضوع بشكل عام حتى تسوي لك مراجعة إلها إذا كنت شخص تريد تطلع على الموضوع، أو إذا كنت أحد طلاب المجموعات الطبية أو المجموعة الطبية ممكن تعطيك صورة عامة على الموضوع. فهذه مراجعة. طبعا هنا أنا راح استخدم جدول، هذا الجدول مأخوذ من كتاب First Aid، لأن شفته صراحة جدول جميل ومختصر، بس ما حبيت أخلي الصورة مباشرة لأنه راح تكون جامدة وما بيها حركة وما بيها فهم، فحبيت أرسم لكم إياها وشوية تعبيها أكثر حتى نعطيكم معلومة تقدرون تفهموها وسلسة لكم وأفصل لكم إياها بشكل سهل. لكن مخطط جميل، اللي يحب يرجع لكتاب First Aid Step 1 يلقى في قسم الميكروبولوجي في هذا الكتاب، فيعني إن شاء الله تستفادوا من هذه المحاضرة. المخطط بشكل أساسي يبدأ من البكتيريا نفسها، حتى نفهم الموضوع لازم نفهم البكتيريا. ما راح نتكلم على كل أجزائها، بس عندها أجزاء أساسية مهمة في الأنتيبايوتيك ثيرابي، اللي هي الأجزاء اللي راح نستهدفها بالأنتيبايوتيك. إحنا ما عندنا أنتيبايوتيك يشتغل على كل أجزاء البكتيريا، هو في أنواع جديدة ما راح أتطرق لها، بس بشكل عام الأجزاء الأساسية اللي يشتغل عليها البكتيريا أو هو يعني وظيفة الأنتيبايوتيك بشكل عام هو قتل هذه الخلية البكتيرية وبس. فحتى تقتل الخلية البكتيرية أنت راح تستهدف عدة أجزاء من جسدها حتى تقتلها. أكثر مجموعة شائعة مستخدمة كلنا نعرفها أو أغلب اللي دارسي يعرفوها، اللي هي المجموعة اللي تقوم بعملية تدمير للسيل وول، سيل وول تدمير غشاء أو جدار، آسف، لأن هي تحتوي على غشاء وجدار البكتيريا. فهذه خلية البكتيريا، هذه لو دمرنا جدارها بهذه الحالة، إحنا لو دمرنا الجدار راح نسوي ثغرة بالجدار، وبالتالي راح محتويات الخلية راح تتناثر وتموت البكتيريا هذه. طيب عندنا مجاميع ثانية تشتغل على طريقة ثانية، اللي هي توقيف عمل الرايبوسوم، توقيف أو خلينا نقول مو إلا توقيفه، ممكن خربطة تسوي لك في عمل الرايبوسوم داخل البكتيريا، وبالتالي تأثر لك على تكوين البروتينات، البروتين سينثيزيز راح نأثر على أو ندمر الرايبوسوم، رايبوسومز. فهذه أيضا الرايبوسومات اللي هي وحدات بناء البروتين داخل الخلية، لو دمرناها أيضا بهاي الحالة ممكن نموت الخلية البكتيرية. وأيضا عندنا بعض الأنتيبايوتيكات تشتغل على طريقة ثانية على إنزيمات مرتبطة بالدي إن إي، جزيئة الدي إن إي، هذه دي إن إي، جزيئة الدي إن إي يتكون من عندها آر إن إي، تمام، من خلال بروتين اسمه آر إن إي بوليمرايز. فهذا أيضا الـ RNA polymerase إذا وقفناه راح نوقف تكوين الـ RNA، وإذا RNA متكون ماسنجر RNA راح يتكون، والماسنجر RNA إذا متكون اللي هو وظيفته يروح ينقل الرسالة إلى الرايبوسومات حتى تكون البروتينات، فالبروتينات ما راح تتكون فراح تموت بالنهاية البكتيريا. طيب أيضا عندنا أنزيم ثاني، لما ننسخ احنا او نكون الار ان اي او ننسخ الدي ان اي، جزيئه او شريط الدي ان اي اللي هو دبل هيليكس، عباره عن حلقه، عباره عن شريطين ملتفين على بعض، راح ينفتح. فحتى نعيد نظفر هذه الشريطين على بعض، نرجع نسوي تويستينج على بعض لان لازم يكونون مربوطين مع بعض، نسوي تويست، نسوي ضفيره مره ثانيه لهم، نستخدم انزيم اسمه دي ان اي جايريز. فهذا ايضا الدي ان اي جايريز اذا وقفناه راح
تخرب عندنا عملية إعادة دمج الدي ان اي مع بعض الشريطين مع بعض، وبالتالي يكون غير فعال الدي ان اي بهذه الحالة، وتموت الخلية أيضا والبكتيريا هنا بهذه الحالة تموت أيضا. فهذا أيضا انزيم ثاني موجود داخل أو يعني ساعدنا على في الانتيبايوتيك ثيرابي. إضافة إلى عندنا احنا طريقة ثانية لقتل البكتيريا من خلال تكوين شغلة اسمها شقوق حرة فري راديكالز، اللي هي جزيئات أكسجين فعالة تدمر الدي ان اي، وبالتالي لما تشظين الدي ان اي تبدأ تدمره، وبالتالي راح يتشظى الدي ان اي وتموت البكتيريا. فعندنا قسم يشتغلون بطريقة ثانية، وعندنا أيضا بعض الانتيبايوتيكات توقف عمل الفوليك أسيد، اللي طبعا يجينا هسه راح نتكلم بشكل عام من البي ABA اللي هو بارامينوبنزويك أسيد، هسه راح أذكر بالتفصيل. هذا يساعدنا في تكوين DNA الـ RNA، أيضا في تكوين البروتينات اللي هو الفيتامين B9 اللي يعني طبعا بالبكتيريا يكون نوعا ما باختلافات ما راح أتطرق لها الآن. بهاي الحالة إذا وقفنا تكوينه نفس الحالة راح يتوقف تكوين DNA والـ RNA، وبالتالي بالنهاية تموت البكتيريا أو يتوقف نموها، وعلى المراحل المتقدمة تبدأ تموت بالتدريج. فهي هذه بشكل عام الأنتيبايوتيك تشتغل على هذه الأجزاء من الخلية. طبعا في أو أكو بعض الأنتيبايوتيكات تكون نوعا ما مختلفة عن اللي راح أشرح اليوم، لكن هذه مراجعة لمجملها بشكل عام والمعلومات الأساسية اللي تستفاد منها عندها في أغلب الأنتيبايوتيك من خلال ميكانيزم أوف أكشن وبعض المعلومات الأساسية على كل أنتيبايوتيك. فهذا مجمل الكلام. الآن ننتقل إلى المجموعة الأولى اللي هي الأنتيبايوتيكات اللي تسوي inhibit cell wall synthesis، توقف تكوين جدار الخلية. وطبعا أنا كاتبها باللغة الإنجليزية كونها الدارجة طبيا حتى تكون أيضا بها فائدة لطلاب الطب، وأيضا دا ترجم حتى تفهمون أنتو يعني الجميع دا يفهمون الكلام. فتوقف تكوين جدار الخلية. طبعا هذا جدار الخلية، لو جينا أخذنا مقطع من عنده هذا جدار الخلية وجينا شفناه وكبرناه، راح نلقى هذا جدار الخلية يتكون من طبقات من مواد سكرية اسمها بيبتيدو غلايكان. بيبتيدو غلايكان خلنا نكتبها بلون ثاني حتى تبين. البيبتيدو غلايكان بيبتيدو غلايكان كان. هذا البيبتيدو غلايكان هي مواد سكرية قوية، لكن تحتاج حتى جدار الخلية يكون صلب وقوي وما يتدمر تحتاج تصير لها عملية كروس لينك، مواد تبدأ تسوي عبارة عن ربط بين الأشرطة هذه مثل عواميد البناء لما تربطها مع بعض وتقويها كمادة بناء قوية تصير، فتصير عملية كروس لينك. كروس لينك يعني ربط بيناتها. طيب هذه الكروس لينك تسويها مادة تمام اسمها، طبعا ليش دا أدخل بهذه التفاصيل لأن مهمة بالنسبة لنا، عندنا مادة مركب كيميائي، طبعاً ما راح أرسم المركب الكيميائي بشكل عام، ده أرسم مركب بسيط بس كفهم يعني، اسمها دي آلا رينج أو ستراكتشر. هذا المادة أو هذا المركب الكيميائي يدخل في عملية الكروس لينك، يعني هو من عنده راح تصير عملية الكروس لينك هذه. فهذه دي آلا اللي قلني هالمادة تستخدم بالكروس لينك اللي تستخدم بربط البيبتيدو غلايكان حتى تقوي الجدار، ما راح تجي الوحدة تربط، تحتاج انزيم يقوم بهذه العملية. هذا الانزيم اللي نسمه بهذا الشكل تمام حتى نتذكره، هذا الانزيم اسمه ترانس بيبتيديز تمام، بيبتيديز وين تلقى ايز معناها انزيم ترانس بيبتي، هذه اي ترانسبيبتيديز. فالترانسبيبتيديز راح يقوم هذا الترانسبيبتيديز بربط هذه الدي آلا رينجز تمام، يجوز المصطلحات جديدة على البعض بس المهم يقوم بعملية الربط هذه، وبالتالي يصير عنده ستراكتشر قوي. هذا الستراكتشر أو هذا التركيب إلى القدرة أنه يصمد ويحافظ لك على البكتيريا.
فالآن الأنتيبايتكات اللي تشتغل بعملية توقيف جدار أو تدمير جدار البكتيريا هي يا إما تشتغل على عملية الكروس لينك من خلال توقيف الترانسبيبتيديز أو من خلال تشويه صورة أو تشويه شكل مركب الدي آلة هذا، وبالتالي ما يصير قادر على الربط وبالتالي تدمر أو الجدار يصير به فتحات. هو الهدف من الموضوع كله أنه الجدار يصير به فتحات، ولما يصير فتحات بهذا الجدار طبعا يبدأ الأوزموتيك بريشر داخل الخلية يتغير، اللي هو ضغط التناضح، يعني يبدأ الماء والمواد والأملاح تدخل بشكل عشوائي، وبالتالي تنفجر الخلية البكتيرية وتتشظ يعني بهذا الشكل البسيط بس حتى تفهموه. فهي هذه الفكرة من موضوع الانهبيت سيل وول سينثيسيس. فمجموعة اللي تشتغل على الترانس بيبتيديز تحتاج تستخدم مادة تشبه الديالة هذه، لكنه هي ليست مادة فعالة، هي مادة لما ترتبط بالأنزيم بالترانس بيبتيديز هذا الأنزيم يكون مسؤول عن عملية الربط هذه بين البيبتيدوغلايكان توقف هذا الأنزيم. تحتوي على مادة هذه المجموعة اسمها بيتا لاكتام. بيتا لاكتام تحتوي على مادة اسمها بيتا لاكتام. هذه البيتا لاكتام أو بيتا لاكتام رينج، حلقة البيتا لاكتام، هذه البيتا لاكتام عبارة عن مادة اللي نسمها تشبه هذا المركب بس مو بشكل كامل، تمام؟ خلنا نرسمه كأنه مختلف شوية. طبعا هسه شوفكم الصور لها. هذه البيتا لاكتام، فالآن هذه المادة تشبه الديالة لكن هي ليست نفسها، وبالتالي لما ترتبط بهذا الأنزيم، لما تجي ترتبط بهذا الأنزيم راح تعمل على توقيفه مباشرة، وبالتالي صار غير قادر على العمل وغير قادر على أنه يؤدي واجبه، وبالتالي تموت الخلية، فتسمى بمجموعة البيتا لاكتام. تحتوي على أشهر الأنتيبايتكات اللي تعرفوها مثل البنسلين، تمام، البنسلين، مثل الأموكسيسيلين. طبعا هنا أنا دا أنطي أمثلة مدى أنطيها للحصر، مجموعة كبيرة جدا تحتوي على أغلب الأنتيبيوتيكات اللي تعرفوها أو الأنتيبيوتيكات اللي تعرفوها، مثل الأموكسيسيلين، مثل النيفيسيلين، طبعا لها تفاصيل كثيرة إضافية لكن أنا دا أشرح بشكل مجمل، مثل مجموعة السيفالوسبورين، هذه كلها من مجموعة البيتا لاكتام، تحتوي على مجاميع البيتا لاكتام، وبالتالي وظيفتها أو طريقة عملها قريبة من خلال توقيف أنزيم الترانسبيبتيديز. طيب الفرق بيناتهم، شكل البيتا لاكتام يختلف من مجموعة لمجموعة، وبالتالي كل ما اختلف شكل البيتا لاكتام هنا البكتيريا ما راح تقدر تقاوم الدواء. طبعا البنسلين كان قبل يشتغل بشكل جيد جدا، لكن الآن ما يشتغل على قسم كبير من البكتيريا لأنه اكتسبت مقاومة. وهنا لازم نذكر فكرة مقاومة البكتيريا. شنو مقاومة البكتيريا؟ مقاومة البكتيريا أنه البكتيريا تعرف طريقة عمل هذا الأنتيبيوتيك، يعني تصير عندها قدرة على مجابهته. شون كمثال هسه هذا أو مادة البيتا لاكتام هذه اللي ذكرناها اللي كانت مسؤولة، هذه مادة البيتا لاكتام اللي كانت تقتل أو آسف مو تقتل تخرب أو تدمر الترانسبيبتيديز اللي هو الأنزيم اللي كان مسؤول عن الكروس لينك، وبالتالي تقوية جدار الخلية. الآن البكتيريا سوت لك مادة أو سوت أنزيم، هذا الأنزيم وظيفته يكسر البيتا لاكتام حتى يحمي البكتيريا من هذه المادة. يعني خلينا نرسمها بهذا الشكل كأنه يريد يلتهم، تمام، البيتا لاكتام كأنه يريد يلتهم البيتا. يلا يعني نرسم العيون، هذا ما ادري شلون صار، شو ما احس جميل، نرجع نمسحها، وكأنه يريد يلتهم، تمام، البيتا لاكتام. هذا الانزيم اسمه بيتا، انتبهوا على الاسم مهم، اسمه بيتا
ميز بيتا لاكتيميز، يعني انزيم القادر على التهام البيتا لاكتام. فهذا البيتا لاكتيميز هو المسؤول عن مقاومة البكتيريا لهذه المجموعة. فهنا العلماء جابوا لنا انتيبايوتيكات ثانية من نفس خلينا نقول المجموعة، يعني نفس الطريقة، هي تحتوي على البيتا لاكتام، لكن ضافوا لها صيغ كيميائية ثانية غيرت من شكل البيتا لاكتام حتى هذا الانزيم اللي تقاوم به البكتيريا ما يعمل، وبالتالي نحاول ننطي مقاومة إضافية لهذه المجموعة، وبالتالي صارت مجموعة كمثال السيفالوسبورينز من أقوى المجاميع لأنه شكلها يختلف عن مجموعة البنسلين. وراح أعطيكم أمثلة حتى تشوفوها، خليت لكم إياها تمام، هذا صورة جبتها من هذا الموقع كمثال. فالآن لو تشوفون البيتا لاكتام رينج، طبعا هذا الديالة الشكل الأساسي إلها، والآن لو نشوف البيتا لاكتام اللي موجودة بالبنسلين، شوفوا بهذه الصيغة اللي موجودة بالسيفالوسبورينز إذا تلاحظون، فصارت عندنا هنا إذا تلاحظون صيغ كيميائية إضافية ثانية تختلف عن الصيغ الموجودة في هذا المكان، وبالتالي صارت إلها القدرة على المقاومة أكثر، لأن لما تغير الصيغ الكيميائية الأنزيم يا إما ما يشتغل بكفاءة أو ما يشتغل أصلا على هذه المادة، وبالتالي تتغير. فهذه مجموعة أعطيتكم كمثال على التغييرات اللي صارت الكيميائية إلها. طيب فنرجع للفكرة هذه، فبهذه الطريقة تقاوم البكتيريا مجموعة البيتا لاكتام. طيب فهذه عندنا قلنا المجاميع الأساسية اللي موجودة بيها، تم طبعا هنا موجودة أيضا أنتيبايوتيكات مهمة مثل مجموعة البينيم مثل إيميبينيم وغيرها اللي تعتبر من أقوى الأنتيبايوتيكات اللي عندنا اللي ما نستخدمها إلا في الحالات الطارئة لأن ما نريد يصير ريزيستنس إلها. مجموعة السيفالوسبورينز اللي تعتبر على مجاميع مهمة، فيرست جينيريشن، سكند جينيريشن، ثيرد جينيريشن، فورث جينيريشن، فيث جينيريشن سيفالوسبورينز، مثل أنتيبايوتيك مشهور اسمه سيفتراياكسون اللي هو ثيرد جينيريشن سيفالوسبورينز مستخدم في أمراض كثيرة. فهذا بالنسبة لمجموعة الانهبيت سيل وول سينثيسيس من مجموعة البيتا لاكتام. طبعا إضافة لذلك نسيت أذكر أموكسيسيلين وبعض الأنتيبايوتيكات الثانية ضفنا لها مواد ثانية تساعد هذه الأنتيبايوتيكات تسويها أقوى اللي هو مثل كلافيلونيك أسيد اللي يوقف البيتا لاكتيميز، عبارة عن بيتا لاكتيميز انهبيتر مادة مباشرة توقف هذا الأنزيم اللي يكسر البنسلين أو يكسر المادة الفعالة بالبنسلين، فضفناها إلى الكلافيلونيك أسيد وبالتالي انطى مقاومة أكثر. فهذه المجموعة لأنها تحتوي على مجموعة سولفيت في تركيبها مجموعة مشهورة جدا إنه تسوي لك ألرجي، هذه مجموعة مشهورة كسايد إفكت إنه تسوي لك هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. خليك تبقى بلون ثاني أفضل، مجموعة تسوي لك هايبر سنسيتيفيتي رياكشن وتسوي لك ألرجي وممكن تؤدي لك إلى أنفلاكتيك شوك في بعض الأشخاص، ولذلك مهم جدا تعرف إذا شخص عنده حساسية من البنسلين سنسيتيفيتي هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. وأيضا مشهورة أنه مقسم من عدها تسوي لك هيموليتيك أنيميا لأنها أيضا تؤدي لك إلى تأثير على الريد بلاد سيلز وبالتالي تؤدي لك تأثير مناعي وتكسر في كريات الدم الحمراء. فهذا بالنسبة للبيتا لاكتام. عندنا مجموعة ثانية اللي تعمل على توقيف الديالة رينج أو اللي هذا قلنا اللي هي عبارة عن مادة اللي يستخدمها أو تستخدمها الخلية حتى تعمل مباشرة بايند، تمام، بايند تو ديالة اللي قلنا هاي المادة المسؤولة عن ربط الببتيدوغلايكان بتال تقوية جدار الخلية مثل دواء مشهور عندنا اسمه فينكومايسين. خلينا نكتب لون أحمر اسمه فينكومايسين اللي هو عبارة مباشرة يأتي هذا الدواء ويربط أو ينربط
بهذا التركيب، وبالتالي يؤدي لك إلى تشوه في هذا التركيب، وبالتالي لما يتشوه تركيب الدي آلة هذا ما راح يقدر يكون لك كروس لينك، وبالتالي نوقف نفس الطريقة عملية تقوية البيبتيدوغليكان وبالتالي تدمر جدار الخلية. لكن هذا ما يشتغل مثل مجموعة البيتا لاكتام، هذا لا يشتغل على المادة نفسها الدي آلة، دي آلة اللي تنتجها البكتيريا ويدمرها، وبالتالي من الأساس يوقف العملية. تمام، مثل هذا قلنا الفينكومايسين طبعا دواء مشهور نستخدمه في حالات خطرة جدا، مثل طبعا أكثر الوقت ينطي آي في، مثل حالة المارسا اللي هو ميثاسيلين ريزيستنس، ستاف أورياس اللي هي بكتيريا قوية جدا من مجموعة ستاف لوكوكس أورياس اللي تسبب لك مشاكل أيضا وأمراض خطرة، فهذه نستخدم بها الفينكومايسين. وطبعا هذا الفينكومايسين إلى استخدامات واسعة غير أيضا فقط المرسى، لكن أشهر شيء مشهور للمرسى، وأيضا هذا إلى سايد افكت مشهور يسوي ما يسمى بريد، خلنا نرسمه بلون ثاني السايد افكت حتى تتذكروا، يؤدي لك إلى ريد. ما طبعا عندي أعطيكم بولت بوينت، ما أعطيكم كامل الكلام لأن يطول شرحه، فقط أعطيكم مراجعة أساسية. ريدمان سيندروم، ما يسمى بريدمان سيندروم أيضا يؤدي لك إلى هذه الحالة، أنه يصير طبعا ممكن أيضا يؤدي لك إلى ثرومبو فيليبايتس أو توكسيسيتي نفروتوكسيسيتي، لكن أشهر شيء يسألون عليه أنه شخص أحمر ريدمان سيندروم اللي هو يصير يعني تبقع أحمر على الجلد بشكل واسع بالجسم، فيسحبون يسألون عليه، لكن أيضا يسبب لك مشاكل في الأذن، مشاكل في الكلية، وأيضا يسبب لك التهاب الأوردة، ممكن ثرومبو فيليبايتس، وايضا عندنا ممكن يسبب لك سايد افكت اقل لكن ممكن يصير اللي هو يسوي لك ايزونوفيليا ويسوي لك سيستميك سيمتوم ما يسمى ب دريس، اكتبها بشكل اوضح دريس سيندروم، فهذه تذكروها بالنسبة للفينكو مايسين، هذا الأنتيبيوتيك القوي من مجموعة الانهبيت سيل وول سينثيسيس. فنروح على المجاميع اللي بعدها، طبعا هنا بتا لاكتيميز مرات يسموه بنسلينيز اللي هو نفس الفكرة، يعني الأنزيم الذي يحلل البنسلين، فيعني حتى تفهمون أخاف تسمعون هذا المصطلح. طيب نجي على المجموعة اللي بعدها اللي هي inhibit protein synthesis أو اللي تعرقل إنتاج البروتين داخل الخلية وبالتالي تؤدي إلى موت الخلية. لو ردنا نشوف الآن هذه الرايبوسومات، الرايبوسومات قلنا وظيفتها تكوين إيش بروتين من خلال تكوين polypeptide chain، لكننا لازم نعرف إنه الرايبوسومات في البكتيريا تتكون من هذه السب يونت، تتكون من اثنين سب يونت، واحد يسموه ب 50 سب يونت والثاني يسمى ب 30، وهذا مهم تعرفوا هذا يسمى ب 30 سب يونت. سب يونت نرسم تمام تذكروه، فهذا 30 وهنا عندنا 50. وطبعا هنا يمر تكوين البروتينات يمر بمراحل ما راح اشرحها بالتفصيل، بس الفكره انه يعني يجي ماسنجر ار ان اي، تمام يجي طبعا ماسنجر ار ان اي، خلينا نسمه يعني بهذا الشكل، يجي الماسنجر ار ان اي ينقل الرساله الى الرايبوسوم، وبعدين يجي التي سمول ار ان اي يجيب الأمينو أسيدز المهمة من خلالها يكون الرايبوسوم البروتين على شكل بولي بيبتايد تشين، تمام حلقة من الأمينو أسيدز، وبعدين هذا يبدأ يأخذ شكل البروتين المطلوب. انتبهوا عليه، هذه الأدوية راح تقسم إلى مجموعتين حسب عملها على أي وحدة من الرايبوسومات، على الوحدة 50 50S أو على الوحدة 30 30S.
فراح تقسم إلى 50S سبيونت ومجموعة أنتيبيوتيك مهمة موجودة ضمنها مثل الكلورامفينيكول مثل دواء كليندومايسين وأيضا مجموعة الماكرولايدز مثل طبعا أدوية الماكرولايدز المشهورة أزيثروميسين وكلاريثروميسين وأيضا إريثروميسين. طبعا ما راح أكتبها كامل حتى اختصارا للوقت. وعندنا بعض الأنتيبيوتيكات الثانية لكن هذه الأهم الموجودة ضمن هذه المجموعة. طيب المجموعة اللي هي 30S subunit تشتغل على المجموعة 30S subunit. عندنا مجاميع أساسية أيضا مهمة هي مجموعة الأمينو جلايكوسايت موجودة من أهم المجاميع أمينو جلايكوسايد سايدز أمينو جلايكوسايدز مثل أدوية مشهورة ضمن هذه المجموعة مثل الجينتا جينتو مايسين ستريبتو مايسين ستريبتو مايسين تمام وغيرها أيضا من مجموعة الأمينوغلايكوسايدز. وعندنا أيضا هنا مجموعة ثانية هي مجموعة التترا سايكلينز. التترا سايكلينز أيضا من ضمن مجموعة الثيرتي سبيونز أو لتوقف البروتين من خلال توقيف الوحدة 30 في الرايبوسوم داخل البكتيريا مثل طبعا دواء التتراسايكلين نفسه هو تتراسايكلين والدوكسيسايكلين والدوكسيسايكلين. طيب خلنا نتكلم عن هذه المجاميع بشكل سريع طبعا والسايد افكتات بشكل سريع لها ما راح ادخل بتفاصيلها كامل لكن اذكرها بشكل سريع وايضا بعض الاستخدامات لهم. ما راح اقدر اكتب كل شيء للاسف لان صعب انه كل كلمه اقولها اكتبها فانتوا اذا تحبون سجلوا وياي واستمعوا وياي وافهموا الموضوع. طيب نجي بالدواء كلورامفينيكول. هذا دواء ما يستخدم كثيرا بسبب سايد افكت مهم له اللي هو ممكن يؤدي لك الى شغله اسمها ابلاستيك انيميا اللي هي يعني يدمر نخاع العظم وبالتالي يؤدي لك الى انيميا وفقر دم شديد بسبب نقص كل مكونات الدم من كل دم بيضاء حمراء وصفيحات دمويه. وهذا يعتمد على الجرعه ايش قد اخذت من عنده ايش قد ممكن يؤدي هذا الى هذا المساله. ممكن يؤدي لك فقط الى انيميا بسيطه وممكن يؤدي لك الى بلاستيك انيميا تعتمد على الجرعه. وايضا ممكن يؤدي لك الى ما يسمى بجراي بيبي سيندروم في الاطفال الخدج لأنه هو عندهم نقص بأنزيم UDP الموجود من الكبد وبالتالي ممكن يؤدي لك إلى هذا المرض بالأطفال الخدج غري بيبي سيندروم. لكن ليش نستخدمه؟ نستخدمه في بعض يكون فعال في بعض الأمراض المقاومة مثل الروكي ماونتن سبوتيد فيفر بسبب هركتسيا وأيضا في بعض أنواع المننجايتس مثل الهيموفيلوس إنفلونزا لما تصل لك فمرات يستخدمون لأنه يعبر البلود برين بارير فممكن يستخدمون كلورامفينيكول. كليندومايسين إلى استخدامات للأنايروبيك بكتيريا في حالة لو صار عندك ديسبكتريوسيس خلل في البكتيريا داخل الأمعاء بسبب أنه أخذت أنتيبيوتيكات ثانية قتلت البكتيريا الحميدة ممكن تستخدمها كبديل حتى يرجع لك البكتيريا الحميدة لأنه يقتل البكتيريا اللاهوائية راح تتكون في هذه الحالة ما ندخل بتفاصيل أكثر. فيستخدم للسيدومبرينس كولايتس
ماكرولايدز مثل الأزيثروميسين والإريثروميسين والكلاريثروميسين، هذه أنتيبيوتيكات أيضا مهمة لها استخدامات، نستخدمها خاصة للجهاز التنفسي، خاصة لما يسمى بأتيبيكال نيمونيا اللي هي نيمونيا تسببها بكتيريات غير شائعة، مو بكتيريات ستريبتوكوكس مثل المايكوبلازما، كلاميديا، ليجينيلا، يستخدموا لها هذه المجموعة من مجموعة الماكرولايدز. ويعني تستخدم للكلاميديا وغيرها من البكتيريات، وأيضا للبرتوسيز اللي هو السعال الديكي وبينكوف، لكن إلها سايد إفكت ممكن يظهر في بعض الحالات، اللي هو أنه يؤدي لك إلى ما يسمى بـ QT prolongation اللي هو بالإي سي جي تصير عندك استطالة بمركب الكيوتي، فيؤدي لك إلى مرات خلل في نظم القلب عند بعض الأشخاص، وبالتالي الأشخاص اللي يأخذوا لمدة طويلة لازم يكونون يعني خلينا نقول يعملون تشيك للاي سي جي وتأكدون من عدم استطالة الكيوتي عندهم. لكن بشكل عام هي آمنة، بس قلت لكم ممكن تصير في بعض الحالات، وممكن يؤدي لك في بعض الحالات إلى التهاب بالكبد والتهاب بالصفراء كوليسيستايتس. فهذا أيضا بالنسبة للماكرولايت، وطبعا هذا مو كلام شامل، إلها أيضا أشياء ثانية وكلها تعتمد على الجرعة الدوائية. فمدى أنطي أنا جرعة هنا بس حتى بشكل عام تفهمون الموضوع، فهذا الكلام اللي دا أقوله لا تغير من عند دواء ولا تعتمد عليه دواء، هذا الشرح فقط للتوضيح لا أكثر ولا أقل، أعيدها مرة ثانية. طيب بالنسبة لنرجع على الثيرتي سب يونت، هسه نجي على مجموعة الثيرتي سب يونت مثل الأمينو غلايكوسايدز مثل الجنتامايسين والنيومايسين والأميكاسين، طبعا عندنا أدوية وستبتومايسين، هذه لها استخدامات واسعة ويستخدموها في أمراض كثيرة، خاصة أنها هي تغطي مجموعة الجرام نيجاتيف بكتيريا سالبة الصبغة، وخاصة اللي مقاومة الممكن للبيتا لاكتام بتستخدم منها في هذه الحالة، وفي أيضا علاج أمراض كثيرة تصيب ممكن الجهاز الهضمي وغيره. المهم هذا هنا السايد افكتات هي المهمة في مجموعة الأمينو غلايكوسايد، اللي هي شنو؟ أنه هي نيفروتوكسيك وأوتوتوكسيك، يعني أنه هي سامة للأذن وسامة للكلية، وأغلب أو قسم كبير من الأدوية تكون نيفروتوكسيك وأوتوتوكسيك. لما تسمع نيفروتوكسيك كملها ويا أوتوتوكسيك، مثل الفوراسامايد اللي هو ليزكس أيضا يكون نيفروتوكسيك وأوتوتوكسيك، يعني سام للكلية وسام للأذن. فهذه الأمينو غلايكوسات اتذكروا نيفروتوكسيك أوتوتوكسيك، وأيضا تيراتوجينيك يعني مشوهة للأجنة، ولذلك لا يعني تمنع النساء الحوامل من أخذ مجموعة الأمينو غلايكوسايد، لكن نستخدمها قلت لكم في حالات ثانية لبعض البكتيريات المقام وغيرها. المهم فهذا بالنسبة للأمينو غلايكوسايد. طيب التتراسايكلين، التتراسايكلين طبعا منها الدوكسيسايكلين، هذا القدرة أيضا يشتغل انتراسيلولاري، يدخل إلى داخل الخلايا ويلاحق الخلايا إلى داخل الخلايا، ولذلك نستخدمه في الانتراسيلولار بكتيريا مثل كثير من البكتيريات مثل الكلاميديا، ريكيتسيا، أيضا يستخدمه باللايم ديزيز، بالبرغدورفي، بريليو برغدورفي، وأيضا نستخدمه في انتيبايتيكات أو يستخدمه استخدامات ثانية. لكن الملاحظة اللي تعرف أنه لازم ما ينخذ ويا الكالسيوم أو ويا الأكل يحتوي على الكالسيوم مثل الحليب أو مضادات الكالسيوم أو مضادات الأسد، آسف مضادات الأسد في المعدة اللي تحتوي على الكالسيوم أو المغنيزيوم، لأن إلى القدرة يرتبط بهم. وأيضا هذا الدواء مشهور أنه يسبب لك تصبغ بال الأسنان yellow teeth discoloration، وأيضا يسوي لك يؤدي لك إلى تأخر في نمو العظام، اللي يعني يؤدي لك إلى inhibition of bone growth بالchildren يعني الأطفال، يؤدي لك إلى تأخر في نمو العظام في الأطفال لأنه يتجمع في العظام. فهذا مهم تعرف أنه bone growth delay بالchildren، أيضا photosensitivity تصير حساسية في بعض الأشخاص لأنه أيضا إلى يعني مشاكل بالجلد، يؤدي لك لما يلتقي مع الأشعة الفوق البنفسجية ممكن يؤدي لك إلى ممكن يعني طفح أو photosensitivity تصير بالجلد بسبب الضوء. وأيضا الـ yellow teeth discoloration هذه مشهورة لمجموعة التترا سايكلين.
فهذا بالنسبة لهذه المجموعة للإنهيبيشن أوف بروتين سينثيسيس بشكل عام يعني. طيب هسه نجي على المجموعة الثالثة اللي راح نتكلم عليها اللي هي inhibit the folic acid pathway أو إنه تكوين الفوليك أسيد اللي هسه راح نأخذه بشكل سريع. الباثوي إلى عندنا مواد اللي هو PABA اللي هو بارا أمينو بنزويك أسيد زائدا البتريدين مواد كيميائية. هذه البكتيريا راح تستغلها في تكوين الدايهيدروفوليت. فالآن هذه راح تتحول إلى تمام. طبعا هي لها باثوي طويل ما راح تتحول مباشرة بس أنا راح أختصر الموضوع. راح تتحول إلى دايهيدروفوليك أسيد يعني دايهيدرو يعني ثنائي تمام. فهذا دايهيدروفوليك أسيد من خلال هنا أنزيم هذا الأنزيم اسمه دايهيدرو بيتروويت أو بيتروويت سينثيز دايهيدرو بيتروويت سينثيز. بعدين هذا الآن الدايهيدروفوليك أسيد يتحول إلى تترا هيدرو فوليك أو هيدروفوليك أسيد تترا هيدروفوليك أسيد. وهذا التترا هيدروفوليك أسيد في هذه الحالة راح يكون لنا مواد مهمة اللي تستخدم في تكوين طبعا البيورين. بيورين يستخدم في تكوين الدي ان اي اللي هو قواعد نيتروجينية طبعا والار ان اي وايضا يدخل في تركيب الثايمدين اللي يدخل في تكوين الدي ان اي وايضا يكون لنا الميثونين اللي يدخل لنا في تركيب البروتين. فهذا الباثوي إلى مهم تعرفه. طبعا هنا حتى يتحول من الدايهيدروفوليت الى تتراهيدروفوليت نحتاج انزيم. هذا الانزيم خلينا نعطيه لون ثاني اسمه انتبهوا لا تخربطوا الانزيم الاول دايهيدرو انتبهوا علي دايهيدروفوليت سينثيز ريدكتيز اسف ريدكتيز دايهيدروفوليت ريدكتيز. فالدايهيدروبيتروريت سينثيز يؤدي لك الى تكوين الدايهيدروفوليك اسيد والدايهيدروفوليت ريدكتيز يؤدي لك الى تتراهيدروفوليك اسيد. فهسه التقسيم راح تكون كالتالي: مجموعه تشتغل على ايقاف انزيم الدايهيدروبيتروريت سينثيز وبالتالي توقيف تكوين الدايهيدروفوليت وبالنهايه توقيف تكوين التتراهيدروفوليك اسيد وبالتالي توقيف تكوين الدي ان اي والار ان اي داخل البكتيريا او يعني عدم حصول البكتيريا على دي ان اي وار ان اي جديد وبالتالي تموت البكتيريا على المدى البعيد لانه خلاص ما تقدر تكون بروتينات وتموت. او من خلال مباشره تشتغل على الانزيم الثاني اللي هو دايهيدرو فوليت ريدكتيز وبالتالي تمنع تحويل الدايهيدروفوليت الى تتراهيدروفوليك اسيد وبالتالي نفس الفكره تؤدي لك الى تعطيل تكوين الدي ان اي والار ان اي داخل البكتيريا. فهنا عندنا ادويه مهمه وهذا الميكانيزم اوف اكشن مهمه تقسم حسب هذا الموضوع. ادويه تعمل لك على انهبت للدايهيدروبيتريت سينثيز مثل دواء مشهور اسمه السول سلفوناميد 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 وأيضا دواء ثاني اسمه دابسون دابسون. فهذول الأنتيبيوتيكات سلفوناميد والدابسون يشتغلون على توقيف الدايهيدروبيتريت سينثيز وبالتالي يوقفون تكوين البي 9 بالنهايه وبالتالي يوقفون تكوين هذه المركبات المهمه لحياه البكتيريا. وعندنا ايضا مجموعه ثانيه تشتغل على الانزيم الثاني فانا هكتب المجموعه الاولى المجموعه الثانيه تشتغل على توقيف الانزيم الثاني اللي هي مثل
تريميثابريم بريم و البايري ميثامين. بايري ميثامين بس طبعا التريميثابريم هو الأشهر من ضمن هذول ويا السلفانامايد. فهذه الأدوية الموجودة اللي تشتغل في هذه المجموعة. فخلي شوية نأخذ أيضا هل بس أكتب هذا بشكل أوضح. طيب خل أشرح على هذا الموضوع بشكل أساسي بعض يعني سايد إفكت لها. من مجموعة السلفانامايد عندنا دواء مشهور اسمه سلفاميثاكسازول، هو من مجموعة السلفانامايد وغالب الوقت نستخدمه مع دواء الترايميثابريم ويسموه بترايميثابريم سلفاميثاكسازول. هذا الدواء أيضا مشهور جدا اسمه سيمبكترام أيضا. فالمهم فهذا السلفاميثاكسازول اللي هو من مجموعة السلفانامايد، ولما تسمع مجموعة السلفا دائما فكر انه هذه الادوية طبعا لها سايد افكت انه تسبب الرجي. اغلب الوقت كانوا يستخدمون تريميثابريم سلفاميثاكسازول، هذا التي ام بي اس ام اكس يرمزولة اللي هو مخلوط بين التريميثابريم والسلفانامايد، السلفاميثاكسازول من السلفانامايد. يستخدمون في اليو تي اي علاج مجاري أو التهاب مجاري البولية البسيطة، تكون مو المعقدة جدا، لكنه مشهور أنه يسبب لك هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، يسبب لك حساسية شديدة بسبب أنه عندها مجموعة السولفيت، وأيضا ممكن يؤدي لك إلى هيمولايسيس تكسر بالدم، خاصة للأشخاص اللي يعانون من تكسر أو تفول الدم اللي عندهم نقص بأنزيم 6P أو G6PD deficiency اللي هو نقص اللي نسميها حساسية الفول، تمام، اللي يصير عندهم تكسر دم بسبب هذه الحالة. أيضا يصير عندهم هذه المسألة. وهذه الأدوية خطيرة في الأطفال لأن ممكن تؤدي لك إلى كالينكترس بحديثي الولادة، لأنها تزيد الاندايركت بيليروبين وبالتالي تأثر لك على دماغ الطفل، ممكن تؤدي لك إلى تخلف عقرب الطفل كالينكترس، بس هذا الحديث الولادة، تمام. فهذه بالنسبة لهذه الأدوية التريميثابريم والسلفاميثاكسازول. الدابسون يستخدم بمرض الليبرسي، مرض الجذام، وهذه نتذكره، وأيضا يسبب لك هيمولايسيس تكسر بالدم وللجلوكوز 6PD. فهذا بالنسبة لهذه الانتيبايتيكات. والتريميثابريم سلفاميثاكسازول إلى استخدام ثاني نستخدمه في HIV في المصابين بمرض نقص المناعي الأيد، لما يصير عندهم التهاب ربوي بسبب النيمو سيستيك، وأيضا يستخدم في مرض التوكسوبلازما في هذا التريميثابريم سلفاميثاكسازول. فبهذا بالنسبة للباثوي، وأهم شيء تعرفون أنه يسبب لك هيموليتك أنيميا ويسبب لك أيضا حساسية مفرطة. طيب نجي على المجموعة اللي بعدها اللي انهبت the DNA gyrase. هسه إذا تشوفون هذا الانزيم، هذا الانزيم اسمه DNA gyrase، هذا الانزيم مسؤول عن إعادة ثني وظفيرة الDNA بعد ما تنفك، وبالتالي إذا وقفناه تموت الخلية، يعني DNA يكون غير فعال. وأيضا عندنا مجموعة ثانية تشتغل على الDNA أو آسف الRNA polymerase اللي هو يكون لنا من الDNA، يكون لنا RNA، ينسخ لنا من الDNA. هذا أيضا إذا توقف بالتالي راح يتوقف عمل الرايبوسومات وتموت الخلية من خلال توقيف تكوين الRNA، لأن الأنزيم اللي يشتغل عليه راح نوقفه. فعندنا مجموعة أنتيبايتك أيضا موجودة بضمن هذه المجاميع. أهم مجموعة عندنا في هذه القائمة مجموعة الفلورو كوينالونز. فلوروكوينالونز اللي هي تحتوي على انتيبايتيكات مهمة مثل السوبروفلاكسيسين و ليفوفلاكسيسين و
وأيضا أنتيبيوتيكات كثيرة من ضمن مجموعة الفلوروكولينونز، هذه كلها توقف ال DNA gyrase، وبالتالي توقف. هذه مجموعة مهمة، وطبعا هذه تستخدم أكثر للرسبيراتوري هذه الأدوية. طيب الاستخدامات لها استخدامات واسعة، نستخدمها في حالة الرسبيراتوري إنفكشن، نستخدمها في حالة ال UTI الأمراض الخاصة المستعصية للجهاز البولي ال UTI، وأيضا لها أيضا استخدامات في حالة ال GI إنفكشن، GI infection مثل لاكتوباسيلس وغيرها، ممكن أيضا يستخدم لها الفلوروكوينيلون، يكون قوي جدا في حالة الإسهال الشديد تجي بسبب بكتيريات قوية. فهذا بالنسبة لها، وأيضا أيضا تستخدم للسيدوموناس وغيرها يعني من البكتيريات الجرام نيجاتيف، تشتغل عليها هذه المجموعة. السايد افكت لهذه الانتيبايتيكات تسوي لك مشاكل بالجي آي بالجهاز الهضمي، وأيضا ما تعطى للنساء الحوامل ولا المرضعات وللأطفال أقل من 18 سنة، وممكن تؤدي لك إلى أيضا استطالة في الكيوتي انترفال اللي هو قلنا مركب موجود في التخطيط القلب في يعني ضربات القلب، لما يصير باستطالة ممكن يؤدي لك إلى حدوث عدم نظم أو اختلال في نظم القلب أرثمية، وهذا أيضا نعرفها. وهذا مشهور أنه ممكن يسبب لك عرض يسألون عليه اللي هو ممكن يؤدي لك إلى تدمير أو يأثر على التندون اللي هو الروابط ما بين العضلات والعظام، وممكن يدلك إلى شغلة اسمها تندونايتس، وممكن يدلك إلى تندون رابتشر تمزق في الأربطة، خاصة عند الناس اللي هم أقل من 60 سنة، فهذا أيضا نعرفه بالنسبة لهذا الأنتي بايتيك. طيب المجموعة اللي بعدها اللي انهبت RNA أو ماسنجر RNA بوليمرايز، ما حذكر دواء واحد اللي هو الريفامبين اللي أيضا يستخدم في مرض السل التوبركلوسز، وأيضا في المينينجايتس كابروفيلاكتيك دواء مضاد لالتهاب السحائل المينينجوكوكال، خاصة ك يعني وقاية يستخدمون الريفامبين ولا استخدامات ثانية. وهذا مشهور بسايد إفكت إنه كل شيء راح يصير باللون الريد أو ريد أورنج كلر، البادي فلويدز تخرج باللون الاحمر او لون مائل الى الاحمر برتقالي، فهذا سايد افكت مشهور لي يعني راح الدموع تكون ممكن لونها احمر، اليورين يكون لونه احمر، فممكن يشكون انه هم اكو مثلا نزيف في البول، لكن يكون شخص ماخذ ريفامبين. وايضا الى مشاكل ثانيه ممكن يؤدي لك الى مشاكل بالكبد وغيره، لكن هذا المشهور انه يؤدي لك الى البادي فلويدز او السوائل الجسم تكون باللون الاحمر، فهذا بالنسبه لهذه المجموعه. بقت المجموعه الاخيره اللي هي تعمل على الدي ان اي انتجريتي، تدمير تماسك الدي ان اي من خلال تكوين فري راديكلز، شقوق حره. اللي هي شنو الشقوق الحره؟ طبعا عندنا هنا دواء مشهور، ما راح اتكلم على كل مجموعه، لكن دواء مشهور عندنا المترا نيدا زول، المترانيدا زول، هذا الدواء المترانيدا زول ايش راح يسوي؟ راح يؤدي لك الى تكوين شقوق حره، وهذه الشقوق الحره اللي هي جزيئات اكسجين فعاله اوزون راح تجي وتدمر الدي ان اي، وبالتالي لو جينا نشوف الدي ان اي، الدي ان اي راح يبدا يفقد الانتجريتي، راح يتدمر، راح يتشظى الدي ان اي بسبب الفري راديكلز او الشقوق الحره هذه اللي صارت، وبالتالي راح تموت الخليه بسبب هذه الفكره. طيب بس هنا نذكر لكم سايد افكت للمترانيدازول اللي هو مشهور باسم دواء اسمه فلاجيل، صور قسم كبير من عندكم ممكن سامعين به في بعض حالات الدياريا اللي تسببها بعض الحاديات الخلايا مثل الجيارديا، وأيضا طبعا الأميبا، أيضا الانتميبا يستخدم لها هذا الدواء لما أيضا تسبب لك إسهال، وممكن إسهال دموي ديزنتري بالأمعاء. بس طبعا فكرة خاطئة انه كل انواع الاسهال تعالج بالمترانيدازول، لا، هذا دواء يشتغل اكثر على الانيروبيك بكتيريا مثل مجموعة الكلاستريديوم ديفيسيال، فممكن يفيد هذه الحالة الجيارديا، الاميبا،
بس مو كل أنواع البكتيريا تشتغل أو يشتغل عليها المترنيدازول، فهذا أيضا معلومة خاطئة لا نفهمها. مو أنه هو علاج لكل أنواع الدياري أو الإسهال، لا، في بعض الحالات المعينة مثل الإصابة بالجياردية، الانتميبة، أنايروبيك بكتيريا، نوعا ممكن يكون يفيد في هذه الحالة. أيضا يستخدم مع الأموكسيسيلين لعلاج الهيليكوباكتر بايلوري اللي تسبب قرحة المعدة، فهذا أيضا معلومة لازم تعرفوا عليها. السايد إفكت المشهور أو في عنده سايد إفكت خاص ب اللي هو ممكن يؤدي لك إلى ما يسمى بدايسولفيم، دايسولفيم دايسولفيم رياكشن، لايك رياكشن، اللي هو شنو؟ يصير عندك تكيكارديا، هايبوتنشن، فلاشينج. هذا لما يتناول ويا الكحول، وذ كحول، لما يتناول الشخص هذا الدواء مع الكحول، وإذا كان ممنوع تاخذه إذا كنت تشرب كحول، وذ الكحول، لأنه يروح على الكبد يؤدي لك إلى مشاكل بأنزيم يحول الكحول إلى الديهايد، وبالتالي يؤدي لك بمشاكل في هضم الكحول لأنها تتحول إلى الديهايد وأن تتحول لمركب ثاني أقل سمية. فإذا توقف هذا الأنزيم بسبب المترنيدازول، الآن الديهايد راح يزداد، وبالتالي تصير عندك الدايسولفيم لايك رياكشن، اللي هو مشكلة خطيرة مو سهلة، ولازم ما تنطي للشخص اللي عنده الكحول أو اللي يأخذ الكحول المترنيدازول. وهذا قلت لكم يستخدم للبكتيريات اللاهوائية لما تسبب لك مشاكل الجهاز الهضمي، بالجياردية، بالأميبا، استخداماتها واسعة. فهذه بالنسبة بشكل مجمل الأنتيبايوتيكات. هذا مو شرح وافي لكل واحدة من عندهم، مو بتفاصيلها الحرفية، لكن شرح بسيط للمراجعة ولأنه تفهمها بشكل عام. أتمنى لكم يوم طيب، إن شاء الله ما أكون أثقلت عليكم، أتمنى لكم الموفقية، وألقاكم بفيديو آخر. مع السلامة.